حياكم الله مشاهدينا الكرام، جولة أخرى لدوري الخليج العربي لم تخلو منها الإثارة والندية في المحطة الخامسة، والتي انطلقت مبارياتها اليوم بثلاث مواجهات شهدت على عودة العين إلى سكة الانتصارات، فيما أكدت على أن مشوار بنياس قد لا يضعه في الصدارة بعد أن تعثر أمام عجمان بتعادل سلبي هو الأول في تاريخ مواجهات الفريقين. الحماس استمر وهذه المرة مع لقاء القمة الذي جمع الجزيرة بالشارقة على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، حيث حسمه الملك بهدف دون رد أبقاه بالعلامة الكاملة بعد مرور خمس جولات. إذن مباريات اليوم الأول للجولة الخامسة وما ستحمله لنا لقاءات اليوم الثاني، كذلك ستتشعب منها محاور حديثنا الليلة في استديو برنامج ملاعبنا برفقة ضيوف هذا اليوم الكابتن جمال بوهندي. أبو خالد نمسي عليك بالخير وحياك الله. مساك الله بالخير أبو سلطان. الله يسلمك. سهلا فيك والسادة المشاهدين. الكابتن الكبير بثاني. نرحب كذلك بالكابتن بخيت سعد بثاني، حياك الله. ومبدئيا نقول مساء الخير قبل أن نتخلف معش. مساء الخير أبو سلطان وفرصة طيبة نتلاقاك على خير. الله يسلمك. الله يسلمك. إذا عناوين حلقة الليلة سنبدأها من العودة القوية التي شهدتها مباراة العين والظفرة في دقائقها الأخيرة، والتي رجحت كفة الزعيم على حساب نادي الظفرة برباعية مقابل هدف. أما في المحور الثاني سنتحدث عن التعادل السلبي المخيب الذي حسم نتيجة لقاء عجمان وضيفه بنياس، لنسلط الضوء بعدها على قمة مباريات الجولة الخامسة بين الجزيرة والشارقة. الدقائق الأخيرة من عمر لقاء العين والظفرة شهد ترجمة الإصرار الكبير الذي قدمه لاعبو الزعيم أسفر عن رباعية في شباك خالد السناني، معلنا عن عودة العين لسكة الانتصارات، ووقعت كذلك على بداية النتائج السلبية لفارس الغربية بعد خسارة أخرى في الجولتين. لا خيار آخر إلا الفوز. العين بعامل الأرض وبنتائج مخيبة في الجولات الماضية لم تعرف تسجيل الزعيم للفوز في آخر ثلاث مباريات أمام من حقق أفضل انطلاقة تاريخية له في الدوري، وبعدها تلقى خسارة موجعة من حامل اللقب وهو فارس الغربية نادي الظفرة. البداية سجلت للضيوف عن طريق هجمة مرتدة ترجمها الهولندي روشفيل في الشباك بعد مرور 20 دقيقة من عمر اللقاء. الرد لم يتأخر كثيرا، كوجولابا ومن علامة الجزاء يوقع على التعادل الذي انتهى على وقعه مجريات الشوط الأول. في مطلع الجزء الثاني، نتيجة التعادل والتي كانت أقرب لأن تكون الحصيلة النهائية استفزت لاعبي الزعيم الذين استمروا بالضغط والمحاولات أمام دفاع متماسك لفارس الغربية، إلى حين الدقيقة 89 التي أعلنت عن بداية مهرجان الأهداف بالنسبة لأبناء بيدرو إيمانويل. انهيار دفاعي للظفرة وشباك السناني تستقبل هدفا تلو الآخر مرة من الشيوتاني والمتألق فهد حديد، والنهاية كانت كما البداية من الهداف كوجولابا، والحصيلة رباعية وقبلها هدف عالمي بقدم محمد عبد الرحمن لكنه لم يحتسب بعد الرجوع لتقنية الفار. الزعيم يعود إلى نغمة الانتصارات والظفرة على ما يبدو أنه دخل إلى نفق مظلم بعد البداية المشرقة. والله مباراة تعب، مباراة عصاب، نحن كنا مضغوطين وايد، بس خلاص سجلنا الجول الثاني، لعيبة فتحوا، قدرنا نسجل الثالث والرابع الحمد لله، فمباراة كانت وايد صعبة والحمد لله خذينا الهم وثلاث نقاط، إن شاء الله القادم يكون أفضل، نرجع هيبة العين إن شاء الله. خلاص سجلنا الجول الثاني، كنا ضيعنا وايد فرص، بس خلاص يوم تسجل انفتح وياك اللعب، واللعيب الظفرة طلعوا من مكانهم، 90 دقيقة لعيب الظفرة يمكن 10 في ملعبهم. فالحمد لله يعني اللعيبة ما قصروا، سووا اللي عليهم، إن شاء الله نرد حق صدارة الدوري. في العارف
ان اي لاعب ينقص عندنا الفريق يتاثر، فالمهاجم مش موجود، حتى المهاجم الثاني كابتن سعيد الكثيري مسعود، يعني وايد لاعبين عندنا، بس ان في النهايه هذا مش مبرر. الكل عارف بعد ان هذه افضل انطلاقه كانت لنا من كذا سنه، من 4-5 سنوات، فبالعكس انا اشوف ان هاي انطلاقه ايجابيه بالنسبه لنا، وان شاء الله نعوض في المباريات الجايه ان شاء الله. لكن اعتقد ان ظفربان مع الشارجه وبان مع العين. بالعكس احنا نمشي اخوي على تكتيك مدرب، ما في اي مبرر يعني اني اقدر اقول لك يا غير ان شاء الله راح نسعى في المباريات الجايه، والكل شاف ان حتى لعبنا ضد الجزيره وطلعنا بنتيجه ايجابيه نقطه، بس اهم شيء ان نحن يعني نفس الوقت في ملعبنا كسبنا لين الحين كل المباريات. نعم. يعني في ملعبنا 6 نقاط وخارج ملعبنا نقطه، بالعكس انا اشوف شيء ايجابي. نتيجه مرضيه من ناحيه الاستحواذ، من ناحيه النتيجه الحمد لله، الحمد لله يعطيهم العافيه. برضو لازم نشوف الاخطاء، اذا كانت في اخطاء نحاول نصححها، ان شاء الله باذن الله ان في المباراه الجايه نحاول قد ما نقدر نظهر بالصوره المطلوبه ان شاء الله. بتكلم عن الهدف، محمد عبد الرحمن جاب هدف من دون ما اشوف الجول. اول شيء الحمد لله الجول، لكن اللغة ما انا صراحه للامانه ما شفت الجول للحين، لكن بالمستوى اللي ظهر فيه الفريق الحمد لله ينسيك اي جول، حتى لو انت سجلت 3 اجوال ولا جول الحمد لله، اهم شيء النتيجه، وهذا اللي احنا محتاجينه في الفتره. كابتن محمد اخر سؤال، انتم بهذه التوليفه اليوم من قبل المدرب بيدرو، كانت هذه التوليفه المثاليه لكم امام الظفره؟ اعتقد المدرب له وجهه نظر في كل مباراه، من ناحيه من يلعب ومن ما يلعب. اعتقد اي لاعب تجيه فرصة أن يلعب يحاول يقدم المستوى المطلوب منه، أو يحاول أنه يظهر نفسه بصورة إيجابية للمدرب وللجماهير. شوف هذه حال الكرة، إذا ضيعت، إذا غفلت دقائق الهدف فيك من ثانية، فمثل ما استغلوا أتوقع العين الفرصة هذه، وإن شاء الله نقدم مباريات الجاية تكون أفضل عن كذي إن شاء الله. نعم كابتن خالد، بعيدا عن المباراة، الشارع الرياضي لما شاف تشكيلة المنتخب يقول خالد السناني، أو الجمهور يقول خالد السناني متميز من سنتين، ليش ما تم استدعائه للمنتخب؟ في النهاية الجواب يقول لك هذا ترجع للمدرب، ولكن هل في أسباب أخرى غير المدرب؟ والله ما أعرف أنا إذا في أسباب أخرى، بس مثل ما أنت قلت يعني هذه قرارات مدرب في النهاية، أنت كلاعب ما تقدر تسوي شيء إلا أن تعطي جهودك في الملعب، والباقي على المدرب، على الله وعلى المدرب، فالخيار الأخير بيكون له. فأي حد يقدر يعني أي حد يتمنى أن يمثل المنتخب، بالعكس انا جاهز في اي وقت اذا حابين حق خدمات خالد السناني، مش زعلان انا لان اعرف ان الموجودين هم بعد كفو ويقدرون ان شاء الله يعوضون. وانت كفو حبيبي، شكرا لك كابتن. إذا نعود إليكم من جديد مشاهدين الكرام، وأرجع لضيوفي كذلك هنا في الاستوديو. أبو خالد أبدأ معك وأتكلم عن مباراة العين والظفرة. رغم فوز العين وبنتيجة كذلك كبيرة، إلا أن حتى الآن ما تشوف الفريق اللي اعتدنا نشوف التغيير الواضح على مستوى فريق العين. هل أن اليوم العين كان له إصرار أنه يفوز، ولا فريق الظفرة 80 دقيقة أو 75 دقيقة اللي لعبها وتقريبا هو يدافع؟ نحن قبل ما نتكلم، بسم الله الرحمن الرحيم، عن المباراة، طبعا كلنا مو براضين على العين، مو بهذا هو العين اللي نحن نعرفه. المباراة عموما بدت طبيعية بين الفريقين بسيناريو عادي، ان العين فريق كبير يبغي يرجع للمنافسة بقوة من خلال الظفرة. الظفرة استغل الثغرة الدفاعية المتواجدة هذا الموسم في دفاع العين بيشوتاني ومحمد شاكر في اكثر من فرصة، كانت في فرصة قبل ثم جاءت فرصة الهدف اللي جاء في الدقيقة 21 عن طريق روزافيل. هناك ثغرة دفاعية في فريق العين، الفرق قاعدة تستغلها بين محمد شاكر وثاني. الفريق كفريق العين ومنظومة فريق العين والأسماء يقدر أن يكون واحد من المنافسين، لكن لو تعدلت المنظومة الدفاعية لفريق نادي العين. شفنا الظفرة تقدم وثم العين تعادل بضربة جزاء، يعني ممكن ما طول بعد 4 دقائق تقريبا عن طريق المهاجم لابا.
إذا بتحدث عن فريق العين بسلطان اسمح لي أتحدث عن الدقيقة 23 نزول فهد حديد في هذه الدقيقة، هذا واحد بدال اللاعب اللي هو إدواردو، ثم نزول محمد خلفان في الدقيقة 66. أنا ببتدي الحديث من هنا بدال اللاعب إسلام خان. هذه التغييرات هي عنوان لما يحتاجه العين في المرحلة القادمة. العين محتاج لتغييرات ويعني وجهة نظر فنية في اللعيب الأجانب. اللعيب الأجانب إذا لاعب يطلع لي بعد 23 دقيقة ليس لإصابة بل بسبب هو فني. هو ما طلع بسبب أو تغيير اضطراري؟ لا بسبب فني. أن المدرب أو الكل مبراضي عن فريق أو أداء فريق نادي العين خلال 23 دقيقة أفضلية للظفرة في الوصول للمرمى، استحواذ للعين صحيح لكن بدون وصول، وفي نفس الوقت صناعة اللعب كانت مفقودة. نزل فهد حديد في الدقيقة 23 وعمل الفارق الكبير. أنا ما أبغي أقول عن فهد كل هذا الكلام لكن كل من شاهد المباراة فهد اليوم تغيير فهد أثبت أن العين بالفعل محتاج صانع لعب. فهد من اللعيب الموهوبين اللي يقدر يصنع لك اللعب في أكثر من كرة، استطاع أنه اليوم لاب وجد نفسه في أكثر من كرة، في كرة لعبها حق لابا، كرة لعبها حق كايو، وأيضا كرة أخرى حق لابا. يعني رجل عنده نظرة صناعة اللعب متميزة. لذلك فريق العين أنا ما زلت أقول إن فريق الشوط الثاني، اليوم الشوط الأول كان فيه تكافؤ في تقاسم بين الفريقين، عندما كان الظفرة لديه الحضور أيضا في مجرد فريق نادي العين ولو بشكل نسبي، لكن في الشوط الثاني فريق نادي العين فرق بشكل كبير وسيطر على 45 دقيقة كاملة. يمكن الظفرة ما شفنا، نحن ما شفنا حارس مرمى فريق نادي العين في الشوط الثاني خالد عيسى، بل لولا أيضا رغم الأهداف الأربعة لولا وجود أيضا السناني في حراسة المرمى وتخليص أكثر من كرة كانت النتيجة راح تكون أكبر من كذي. لما نتكلم عن العين بسلطان وتاريخ، اليوم ناس تتكلم عن تاريخ العين، التاريخ ثابت وما حد يقدر يغير التاريخ، والعين تاريخه معروف يا أخوان سواء داخل الإمارات على مستوى آسيا الخليج العالم، فريق متميز على مستوى الخليج، متميز على مستوى آسيا، متميز أيضا تميز في بطولة العالم. لكن نحن نتحدث عن العين اليوم، خلونا نكون واقعيين، نحن نتحدث عن فريق واحد من الفرق اللي نحن نفتخر في مشاركات الخارجية اللي أفضل من يمثلنا خارجيا. لذلك لما نتكلم نحن نتكلم بحب، نتكلم بنقد بناء، نحن لا نشخصن الأمور. لذلك لاحظنا في جدل كبير أنه والله العين وتاريخ، ما حد ينكر التاريخ، ولا حد يقدر ينسى بسلطان. اليوم اللعيبة الموجودين يقدرون يشكلون في الحاضر، لكن التاريخ ما تقدر تغير فيه، النجوم، البطولات، الإنجازات، القلعة العيناوية ما حد يقدر ينكرها. لكن نحن نقول العين حاليا فريق ليس بمرضي بتاتا، بغض النظر عن النتيجة. لو تابعت المباراة مثل ما تابعناه نحن 95 دقيقة تقريبا لغاية الدقيقة 88 النتيجة 1-1 رغم تراجع فريق الظفرة، بانتظار لتسجيل هدف، الهدف الثاني اللي سجل الشوتاني يمكن فتح مباراة. تصور مباراة 88 دقيقة متكافئة بالنتيجة مش بالأداء، الأداء حقيقة فيه أفضل العين، لكن بعد ما أحرز الشوتاني الهدف الثاني تحرر فريق نادي العين من الضغوط اللي كانت موجودة، وشفنا يمكن وعلامة استفهام على الظفرة ومدرب الظفرة السيد ألكساندر، فريق يتلقى 5 أهداف واحد منهم ما حسب في آخر 4-5 دقائق، يعني هناك علامة استفهام على مستوى اللعيبة الأجانب واضح. على مستوى أيضا اللعيبة المواطنين الموجودين في فريق نادي الظفرة. الظفرة قدم نفسه بشكل جيد في أول 3 جولات ثم تراجع كبير، 9 أهداف في جولتين رقم كبير. أعتقد أن المفروض أن هناك تكون جلسة مراجعة للفريق تكتيكيا وفنيا وعطفا على المستوى اللي يقدمونه اللعيبة المواطنين والأجانب خلال المباراتين الأخيرتين. جميل، أنا بوقف عند النقطة الأخيرة اللي تكلم فيها جمال بوهندي كابتن بخيت. فريق الظفرة وآخر جولتين، اللي شاف فريق الظفرة في أول 3 جولات تفائل برغم خروج أسماء كثيرة من الفريق وأسماء كانت مهمة، إلا أن الظفرة كان مستمر في أول 3 مباريات وقدر يحصل على نقاط مهمة. لكن من مباراة الشارقة ومباراة اليوم مباراة العين، الظفرة في كأن في مشكلة في الفريق. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا مثل ما تفضلت فريق الظفرة علامة استفهام كبيرة بالنسبة طبعا للبداية، وكونه هو الملقب بالحصان الأسود، وأن الفريق اللي هو طبعا بيعمل كثير من المشاكل للفرق المنافسة، والنتائج الإيجابية اللي حققها، ولكن تفاجأنا أنه أمام فريق الشارجة البطل اللي هو طبعا بين الظفرة على مستواه الحقيقي، يعني هذا شيء واضح. اليوم يعني خلال 2 أو 3 أو 4 دقائق من نهاية المباراة يتلقى 4 أهداف بالكمال والتمام. بالنسبة لموضوع مثل هذا موضوع عدم التركيز، موضوع الدفاع. يعني تخيل فريق الظفرة حاليا عليه 16 هدف، يعني هو أضعف دفاع حاليا و9 من المباراتين
هي يعني اضعف دفاع يعتبر، يعني حتى مثلا الفريق خرفكان عليه اعتقد 13 او مثلا 11 هدف، عندك الفرق اللي هي طبعا في ذيل الترتيب ما عليهم الاهداف الكم من الاهداف، لكن فريق الظفره اللي هو الحصان الاسود المفروض يكون من الناحيه الدفاعيه، وخاصه انت يعني تلعب امام فرق كبيره مثل العين مثل الشارجه مثل الجزيره فرق منافسه، لازم بالعامي انك تحط ريلك على الارض تخليك يعني مركز تركيزك، يعني اخر المباراه وتتلقى اربع اهداف، واحنا كنا في مدح كبير للكابتن خالد السنامي. نعم. خالد السنامي هو بروحه يتحمل؟ لا 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 لا، خالد السنامي هو ما اتكلم عن تألق اليوم، اتكلم عن الاهداف اللي دخلت عليه، اتكلم عن المنظومه الدفاعيه، اتكلم عن التركيز، ما اتكلم عنه كحارس، هو ما شاء الله عليه مو مقصر يعني حتى من المباريات طافت، لكن يعني هم يمكن سقطوا خالد اليوم كمنظومه دفاعيه، فبالتالي فريق الظفره تتلقى اهداف مثل هذه ويكون يروح التركيز، حتى المدرب حسينا انه قام اشطاط ومغلوب منتهي المباراه خسران، لكن تخسر بالاربع اهداف والخمس اهداف وهدف ملغي، فبالتالي يعني انت يبارك يلس اعاده ترتيب اوراقك مره ثانيه، لان فريق الظفره قلت لك الكل كان مراهن عليه على اساس انه يؤدي مباريات قويه جدا في الفتره الجايه ويثري الدوري بوجود فريق منافس. صحيح. يعني احنا اذا بنتكلم عن فريقين، فريق الظفره وبنياس من الفرق اللي الناس قامت تركز عليها، لان انت وتفائلنا بعد ببداياتهم اللي كانت فعلا قويه. بالفعل يعني الفرق تعطيك روح ثانيه للدوري، يعني صحيح. فرق ممكن يعني تخسر لك البطل، تخسر اي فريق اي لحظه، ولكن خساره بهذه الطريقه وانت حاليا متلقي 16 هدف هاي علامه استفهام، لازم المدرب يلس مع اللعيبه ويردون. نعم. يعيدون تنظيم اوراقهم. جميل. انا كابتن بخيت استاذنك وكذلك كابتن جمال ابو هندي، خلونا نسير نشوف المؤتمر الصحفي طبعا لمدرب العين ومدرب الظفره. We played with one big club. لعبنا أمام فريق كبير ومتميز. التعادل كان لغاية الدقيقة 88 قبل أن يأتي السقوط. أعتقد أننا تأثرنا كثيرا بغياب دينيلسون والكثير بالإضافة إلى مسعود وبطي. تغييراتنا كانت لأسباب صحية وإصابات عضلية لكل من سلطان الغافري وسيف. حضرنا جيدا للمباراة لكن تفاصيل الموعد لم تخدمنا تماما. لقد كانت مباراة صعبة بالنسبة لنا، مررنا بأسبوع مثير حيث لعبنا لغاية اللحظة في ظرف 7 أيام 3 مباريات كاملة. استحقنا الفوز اليوم بالنظر لكل مجهوداتنا منذ بداية الموسم. نحن نادي العين، صحيح لسنا في أفضل أحوالنا لكننا في طريق الصحيح نحو الأفضل. ابو خالد، انا بوقف بشكل سريع بس عند المؤتمر الصحفي للمدربين. مدرب الظفره تكلم عن يمكن الموعد يقصد فيها غيابات بعض اللاعبين ويقابل فريق مثل العين، لكن المستوى اللي احنا نتكلم فيه بشكل عام من مباراه الشارقه وهذه المباراه ما كان هذا المستوى اللي نحن متوقعينه، خاصه بدايه الظفره كانت بدايه قويه. شوف، المدرب من حقه يقول مبررات، لكن هذا الكلام مردود عليه، لان اليوم يقول لعبنا مع فريق كبير وهناك تغييرات اضطراريه، كل الفرق لازم تلعب مع الفرق الكبيره، ما دمت دخلت في دوري الكبار راح تلعب مباريات في نفس هذا الوزن. التغييرات الاضطراريه، الاصابات، هاي موجوده على كل الانديه وليس على فريق الظفره حاليا. ولكن انا اقول يعني بغض النظر، اليوم مباراه مثل هذه ليس مبرر تخسر في مبارتين بتسع اهداف بالاربعه او بالخمسه، انت في 3 مباريات قبل تلقيت 3 اهداف. في المباراة الأولى لعبها، المباراة قبل الأخيرة اللي هي الشارجة واليوم 9 أهداف، فهي كل الظروف كل المباريات اللي تكلمت فيها تتعرض لها كل الفرق بسلطان وليس فريق الظفرة، لذلك المفروض أن الفريق تبقى له هناك الشخصية موجودة، العمود الفقري موجود للفريق، موجود المدافع عصام العدوى، موجود أيضا ياسين البخيت، وموجود أيضا رزفائيل اللي هو سجل الهدف، وأيضا هناك عناصر من اللعيبة المعطين متميزين، سهيل المنصوري،
وايضا الغافري، اعتقد خروج الغافري اثر على فريق نادي الظفره من خلال انه لاعب عنده خبره في وسط الملعب، ايضا صناعه الهدف كانت من قدم الغافري من كره، والكره اللي ضاعت ايضا. لذلك انا اشوف كلام المدرب من حقه انه يبرر، لكن نحن نرد عليه بهذا الرد. جميل. انا بسير كذلك لملعب عجمان اللي حسم التعادل لقاء البرتغالي وضيفه بنياس، تعادل أزم من وضع أصحاب الأرض في جدول الترتيب بعد وصولهم للنقطة الثانية من 5 جولات، فيما أكدت أن رحلة أسيلة وفريقه في مراكز المتقدمة لن تكون سهلة. على ملعب عجمان كان الموعد للقاء أصحاب الأرض أمام بنياس، الفريق الذي حقق بداية قوية لكنها توقفت في الجولة الماضية، الأمر الذي وضعنا أمام ردة فعل للسماوي اليوم، وهكذا توقعها الجميع في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البرتغالي. دقائق قليلة شهدت خروج كابتن فريق الضيوف فواز عوانة بسبب الإصابة، لتعود المواجهة لتشهد تسجيل أبو بكر تراوري للهدف الأول الذي وقف في وجهه تقنية الفار، انتهي الشوط الأول دون أهداف، وهي النتيجة التي تكررت في الشوط الثاني، لتكون الحصيلة نقطة لكل فريق، ليوقع بنياس على تعادله الأول هذا الموسم رافعا رصيده إلى 10 نقاط، فيما بقي عجمان دون انتصار إلى الآن برصيد نقطتين. إنها نقطة واحدة، يبقى أننا تحصلنا على نقطة وفقط. كانت مباراة صعبة، لا يجب أن ننسى أننا لعبنا 3 مباريات في أسبوع واحد. أنا سعيد برغبة لعب فريقي في تحقيق ما هو أحسن لهم وللنادي. الحمد لله على النقطة. أكيد مباراة، يعني نحن من قبل لني ملعب عمان نعرف أنها بتكون مباراة صعبة. هالمباريات يعني نفس ما تقول، يعني تلعب أزيات بسيطة. أكيد فريق عمان تحفظ اليوم، وكان يلعب 5 مدافعين وتقريبا مسكرين علينا كل المساحات اللي نبى نستغلها وراء ظهرهم، بس هذه الكورة، يعني أنت لازم تعرف كيف تتصرف في المباريات اللي نفس هاي، المباريات اللي فيها مساحات قليلة ما في مساحات كثيرة، لازم نتحسن فيها أكثر. أكيد المدرب يشتغل على من هالناحية، والحمد لله نقطة أحسن من لا شيء. نفكر في المباراة الجاية إن شاء الله. حبيت أشكر جدا جدا مدرب فريق بنياس، مدرب محترم محترف عنده أدبيات المهنة حاجة مهمة جدا، بشكره على تواضعه واحترافه، وهي دي كرة القدم ودي رسالة الرياضة، إن أنت في أقصى درجات الزعل بتهني المنافس، تتكلم عنه بصورة جيدة. ففعلا أنا بشكره جدا مدرب بنياس، وحابب إن أنا يعني أقول إن ده مثال الواحد فخور بيه إنه يشتغل معنا هنا، مثال للمدرب المحترف الجيد المحترم. أما بخصوص المباراة، المباراة طبعا إحنا بنواجه ظروف صعبة جدا، عندي بس في مركز واحد اللي هو السنترال ديفنس 4 غياب، سعد سرور، حسن زهران، عبد الله صالح، عبد الرحمن، في 4 في مركز واحد، في عملية كانت صعبة جدا، كنا لازم ندبر الأمور بأي شكل، ما كانش ينفع قبل المباراة نستسلم. عندي الباك الشمال الأساسي ناقص، عندي دييجو المحترف، عندي 8 إصابات. أتعشى من لما ترجع الإصابات الفرقة تعود فرقة قوية، لكن كنا لازم على الأقل في الوقت ده ناخد نقطة. يعني ما نقول مبروك على النقطة، لأن كان طموحنا الفوز، والحمد لله على النقطة، الحمد لله رب العالمين. اللعيبة ما قصروا، عمان بمن حضر، سواء منو غاب منو لعب، الفريق لعب على يعني على النقاط 3، والحمد لله رب العالمين. سي وانا نصدر وينيمو
نعم بالتأكيد، بالنسبة لنا نحن أتينا هنا لنبحث عن الفوز. الفريق المنافس أغلق المنافذ ولم يمنحنا الفرصة الكاملة لتحقيق طموحنا اليوم. أعتقد أنها نتيجة حسنة بالنسبة لنا. رسالة لكل المدربين ومن ضمنهم مدرب النصر ومدرب فريق عجمان. اليوم الكل موجود للمساهمة في تطوير كرة الإمارات. الإثارة والمنافسة والتحدي لابد أن يكون فقط في المستطيل الأخضر. بعد المستطيل الأخضر الإثارة ما منها فائدة، أو الإثارة ما بتخدمك بشكل كبير. اليوم نحن كلنا موجودين، سواء كان إعلام، كان أندية، كان اتحاد، كان محللين، كانوا جمهور. الهدف هو المساهمة في تطوير كرة الإمارات، المساهمة في تطوير قوة كرة الإمارات، ولا أكثر يعني. وفي النهاية هي كرة قدم، ثلاث نقاط ممكن للفائز، نقطة تعادل لأي فريق، ومنها خسارة ممكن تكون لأي فريق. بعد ما نسمع صافرة حكم المباراة الوضع تماما يختلف، ونرجع نحن أخوة زملاء أبناء عم وأصدقاء لا أكثر، فنترك بعض الأمور هذه ويكون تركيزنا أفضل في الملعب، وتركيزنا كيف ممكن كذلك نحن نطور في نفس الوقت ونساهم في رفعة كرة الإمارات. نعم تفضل أبو خالد. أنك تقرأ الكلام اللي أنا كتبته والله العظيم. يا جماعة الخير خلونا نتكلم كرة قدم، بعيد عن الإسقاطات وبعيد عن الشخص. أنا مدربين نحن نعرفهم ونحترمهم، كابتن أيمن رمادي من المدربين نحن نحترمهم، عنده خبرة طويلة في دوري الإمارات وباع كبير، أيضا مدرب فريق نادي النصر من الخبرات الكبيرة اللي نحن المفروض نستفيد منها. ترى نحن عندنا لعيبة مواطنين وعندنا مدربين أيضا مواطنين واعدين، نبغيهم يستفيدون منكم في الأشياء الإيجابية. نبعد نحن نبغي نشوف كرة قدم، نبغي نشوف لعب، نبغي نشوف تكتيك داخل أرضية الملعب، نبغي نعرف وين 4-3-2-1 وين 4-3-4-2-3-1 الفروقات اللي بينهم، أداء اللاعبين داخل أرضية الملعب. اليوم فريق عجمان قدم مباراة حقيقة، مباراة قبل ما تسألني حسب نحن ما نتوقف وايد ما عندنا وقت، قدم مباراة متميزة حقيقة، جيدة، في توازن، في تطور في أداء الفريق، في مستوى الفريق، وأيضا حتى في الوصول للمرمى. صحيح أن فريق بنياس استحوذ على فترات كبيرة من المباراة وكان يعني صاحب الاستحواذ، لكن الفاعلية الهجومية كانت لفريق عجمان. الوصول للمرمى سجلوا هدف وألغي عن طريق الفار، وأيضا كان لهم وصول في أكثر مناسبة. فريق بنياس توقف عند النقاط التسع واكتفى بالنقاط التسع. أعتقد وهاي رسالة حق إخواني فريق مع أعضاء مجلس نادي بنياس، أن الثلاث مباريات الأولى وصدارة الدوري في أول ثلاث مباريات نحن كبشر يعني تأخذنا شوية يعني الحماسة والعاطفة، يعني كان هناك سيناريو مرسوم، رسم سيناريو آخر. أعتقد أن نحن ممكن نكون مثل ما تقول، وهذا حق مشروع الفريق بنياس أو غيره، طالما حق ثلاث انتصارات من حق أن يكون لكن طموح المنافسة. لازم تكون عندك واقعية في التعامل مع المباريات، لابد أن يكون هدفك واضح، لابد أن يكون هناك أيضا جدية في التعامل مع جميع المباريات. بعد ثلاث مباريات متميزة جاءت السقطة من فريق نادي الجزيرة، وقلنا أن بنياس قدم مباراة لا بأس فيها، لكن أين بنياس في مباراة هذا اليوم؟ جميل. أبو ثاني، بنياس وعجمان تعادل لصالح من؟ اليوم خمس جولات لفريق عجمان، عنده نقطتين. بنياس شفنا في الثلاث جولات مثل ما كنا نتكلم عن فريق الظفرة، لكن شفنا اليوم كذلك وضع مختلف. أبو خالد قال نقطة جميلة، ممكن الوضع عندهم تغير والطموح كذلك ممكن زاد عندهم. أبو خالد قال لا اليوم مش موجودين كبنياس، لكن أنا أشوف أن بنياس اليوم خذ المفيد من المباراة. فريق عجمان أعتقد أن راجع للمباراة يعني محتاج الفوز بأي طريقة، يمكن للسيستم أو الغياب الموجود في الفريق. الكابتن أيمن الرمادي حاول أن يغطي الغيابات الموجودة وحاول أن يكسب نقطة أو حتى ثلاث نقاط، لكن فريق بنياس هم اللي استفادوا من هاي النقطة لأنهم حاليا في المركز الثاني 10 نقاط. هي بس 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 بنياس كمستوى وكلاعبين وجوده في الدوري أفضل من فريق عجمان اليوم. نحن نشوف أفضل، فمحتاج الثلاث نقاط كذلك في نفس الوقت بحيث أن يتم بنفس الرتم بنفس المستوى. بالفعل إحنا بنياس قلنا بنياس يعني من الفرق اللي تطورت بشكل ملحوظ فترة الأخيرة، يمكن الصدمة اللي هي تم مباراة الأخيرة خسارتهم، لكن مباراة اليوم يمكن المحللين او اللي مراقبين فريق بنياس يقول لك من المفروض ان بنياس يفوز على عجمان، لكن لا تنسون فريق عجمان من الفرق اللي دائما تكون حاضره خاصه من الناحيه الهجوميه.
لكن يمكن عندهم مشاكل من ناحيه الدفاعي شيء السيستم الدفاعي او الدفاع بشكل عام، لكن كهجوم او كلعيبه محترفين ممتازين جدا، والدليل انه سجلوا هدف ونلغي الهدف، والهدف صحيح انا اشوفه صحيح 100%، ولكن نلغي عن طريق الفار. فريق عجمان راجع يبغي باي طريقه يحصل على النقاط الثلاث، ولكن صدم مثلا فريق بنياس، فالمباراه كانت قويه بالنسبه لفريق بنياس. ممكن بنياس من المراحل الجايه الفرق الجايه يرد على بنياس، لانه ما انهار مثل ما انهار الظفره. قلت لك الفريقين بالنسبه لي فريق بنياس وفريق الظفره تعتبر من الفرق المتطوره جدا، ممكن تسوي مشاكل لاي فريق موجود في الدوري منافس او فريق عادي. ولكن اليوم ان فريق بنياس يحصلون على النقطه ووصولهم للمركز الثاني حاليا بعشر نقاط، اللي حتى الفرق المنافسه القويه مثل شباب الاهلي تبغى تقول انت الاهم انه ما يخسر، الاهم انه ما يخسر، وعنده 9 نقاط وخسر مباراه واحده. في فرق منافسه مثل شباب الاهلي خسروا 3 مبارتين مثلا تعادل، عندك فريق نادي العين خاسر كثير اليوم من الجزيره كذلك، الجزيره خسر اليوم. فبالتالي بنياس وين موقعه حاليا؟ فوق الفرق هذه كلها على فكره، والفريق الوحيد الثاني حاليا 10 نقاط والثاني. سامحني انا لما قلت عن مباراه بنياس اليوم، بنياس مسجل 13 هدف في ثلاث مباريات في الأرم... حتى مباراه الجزيره سجل في كل المباريات لاول مره. بنياس يصوم، يعني بنياس يمتلك قوه هجوميه ضاربه، وجود بيدرو تحت خيمينيز، وفريق من ناحيه هجوميه متميز، هيل النوبي، محمد الحمادي، اعتقد انه يعني يمتلك كوكب هجوميه كبيره. اليوم فريق عجمان صراحه من ناحيه تكتيكيه قدر انه يعني يكبل الفريق هذا، وايضا يعني قلل خالد بس النقطه اللي ذكرتها 12 او 13 نقطه في ثلاث جولات، اخر جولتين فقط عفوا 13 هدف، اخر جولتين هدف وحيد. اي بس هدف على الجزيره لا تنسى، يعني هدف على الجزيره وكان ند الجزيره، يمكن الهدف الثالث يمكن وسع الفارق بين بنياس والجزيره، صارت 3-1 يمكن ينظرون لك، لكن كتقارب واضاع ضربه جزاء لا تنسى في 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 مباراه الجزيره. يعني في مباراه الجزيره قلنا افضليه الجزيره، ولكن بنياس كان له حضور موجود، حضور هجومي قوي في ظل المنظومه الدفاعيه لفريق نادي الجزيره، والقوه الدفاعيه تتمثل في العطاس، تتمثل في الحمادي اعتقد الحمادي. يعني نعم، يعني فريق على فكره يعني شيء بالشيء يذكر، فريق الجزيره من صعب انك تسجل عليه في هذا الموسم في وجود هذه الكوكبه المدافعين، لكن بنياس كان له حضور ايضا، سجل هدف واضاع ضربه جزاء، والمباراه السابقه مسجل 12 هدف. اليوم انا تكلمت على استحواذ بلا فعاليه، السبب النتيجه الصفريه اللي طلع فيها من هذه المباراه. نعم، ارجع لنقطه عجمان، اتوقع بعد الخسائر في المباريات السابقه هذه النقطه ممكن بعد رغم الغيابات اللي قال عنها الكابتن ايمن رمادي تعطي نوعا ما يعني ثقة بحيث أنه يرجع في المباريات الجاية لفريق عجمان. لكن فريق عجمان أتوقع أنه يحتاج الكثير بوثاني أنه يرجع، يعني أنا ما بقول يرجع منافس، أنه يرجع ويضمن البقاء حتى لو كان في خاصة في المباريات اللي بواجهها مع المنافسين له. لو لاحظ فريق عجمان عنده الكثير من الغيابات، الكثير من الغيابات على ضوء الموسم اللي طاف، الكثير من الغيابات على ضوء فترة بداية الموسم بداية الدوري، فعنده يمكن الإدارة حاليا الانتدابات كانت شوي ضئيلة بالنسبة لموضوع مثل هذا. حتى الانتداب أنت محتاج، ولو أنك ما بتنافس محتاج أنك تكون بقوة موجود، لأنك إذا أنت رخيت في موضوع مثل هذا ممكن تلقى عمرك في ذيل الترتيب الجدول، وبعدين بالصعوبة أنك تصعد مرة ثانية أو توصل حتى مثلا منتصف الدوري. صحيح. فبالتالي أعتقد الانتدابات مع وجود الكابتن أيمن الرمادي اتوقع انه ممكن يعني يحصل اكثر عن لاعب، اكثر عن سولوشن على اساس انه يوصل بالفريق برا الامان. لكن انت مثلا عندك غيابات، عندك اصابات، وفوق هذا ما عندك لعيبه ان يغطون هالثغرات هذه، فبتلاقي مشاكل كبيره. هذه البدايات ابو خالد مش جديده على فريق عجمان، يمكن اخر موسمين او ثلاث مواسم تقريبا فريق عجمان اول خمس جولات يبدا بهذه الطريقه، والموسم الحالي كذلك الجوله الخامسه ونشوف ما في اي فوز لفريق عجمان. نحن يمكن فريق عجمان يعني احقاق للحق، حتى نشوف الصفقات اللي في نادي عجمان مو بهذيك الاسماء الكبيره على مستوى اللعيبه المواطنين او على مستوى اللعيبه الاجانب، يعني نادي يتعامل مع الدوري بالواقعيه حسب الامكانيات المتاحه بالنسبه للعيبه المواطنين، بالنسبه للعيبه الاجانب، الانتدابات بسيطه جدا، وفي نفس الوقت حتى استقرار فني، استقرار اداري، نفس المدرب، نفس الجهاز الاداري. لذلك فريق عجمان عارف شو يبغي من الدوري، انه هو يدخل في منطقه الامان،
ويدخل في منطقة الأمان. لكن حتى الآن هو صحيح في المركز 11 في الجولة الخامسة وفي فرق ما لعبت بعدها باكر، لكن أشوف أن النقطة هذا اليوم تصب في الجانب المعنوي بشكل كبير جدا، لأن لو نظرنا للجدول بسلطان بنياس قابل الفرق اللي تحت نبتدي من الوصل اللي هو في المركز التاسع، قابل الوصل وكم فاز؟ 4 صح؟ وقابل فجيرة وفاز بالثلاثة، وقابل خورفكان وفاز بالخمسة. طيب عمان من ضمن الأندية هذه، فأنا قلت لك تعامل مع المباريات الأولى الثلاث المباريات الأولى بكل قوة بكل تركيز بكل قسوة مع الفرق اللي تحت متذيل الجدول الدوري وفاز بعدد كبير من الأهداف. الفرق اليوم في مباراة اليوم إن فريق عجمان يمكن استعاد شيء، مثلا جوستافو كان موجود اليوم وكان مؤثر، صحيح خسر زهران، صحيح خسر سعد سرور مثل ما قال كابتن أيمن رمادي، لكن فريق عجمان اليوم في ملعبه حاول أن يكون يعني على الأقل إذا ما طلع بالثلاث نقاط إنه يطلع بنقطة واحدة، لذلك كان في تركيز، كان في تقارب في الصفوف، كان في منظومة دفاعية مع اعتماد على هجمات مرتدة. وقال الخوي بوثاني إنهم وصلوا للجول وقدروا أنهم أيضا يسجلون هدف من خلال هذا خلال هذه المنظومة، وأيضا رغم استحواذ فريق نادي بنياس لكن ما شفنا هذيك الفرص الكبيره بالنسبه لفريق بنياس انه ممكن يسجل هدف في لحظه من لحظات المباراه، فطلعت النتيجه 0-0. انا اعتقد انها مكسب للفريقين في ظل المستوى اللي قدموه. بنياس صحيح انه كان يطمح للفوز بصفه كونه فريق يطمح لوجوده في المربع من خلال بدايته الجيده للدوري هذا، لكن انا اشوف ان هناك تحسن تدريجي ايضا في مستوى عجمان في مواجهه فرق الدوري. جميل، نذهب كذلك لمباراة الجزيرة والشارقة. هدف وحيد سجل في لقاء الجزيرة والشارقة، أمر لم يمنع لأن يكون اللقاء في قمة الإثارة والندية. خسارة أولى لفخر العاصمة جاءت أثر مواصلة الملك لقطار الانتصارات في رحلة الدفاع عن اللقب. في العاصمة وعلى استاد الانتصارات، لقاء التميز والنجومية بين الكبيرين الملك وفخر العاصمة، قمة من العيار الثقيل. الفريقين يقدمان أداء متوازنا، لقاء المدربين كلاهما يفهم طريقة الآخر. الشارقة دخل وامتلك الكرة في بعض الدقائق، إصابة ويلتون سواريز البرازيلي يتألم وعشاق الملك يضعون أيديهم على قلوبهم. سواريز يعود ولكن من جديد يتألم. فخر العاصمة بعد ذلك امتلك زمام الأمور، خطورة كبيرة من المستضيف، جمل تكتيكية وسط تراجع ملكي كبير. الجميع يدافع، إيغور وكايو وحتى ويلتون، كتيبة العنبر متراجعة حتى الدقيقة 25. الجزراوية ولعبهم المعتاد، التركيز على التمريرات للوصول إلى مناطق المتصدر، هي التنافسية التي توقعناها في هذه المباراة. قوة بدنية عالية. بعد الدقيقة 30 بثوان شاهد هذه الندية بين الوان وسالم راشد، قوة وإصرار عال للظفر بالكرة. رأسية سالم سلطان التي استلمها من ركنية إيغور اعتلت القائم لا جديد حتى الآن، والتعادل السلبي هو سيد الموقف. الدقيقة 35 هي التي شهدت الجملة التكتيكية الأولى للأبيض الملكي، والخطأ جاء أمام إيغور، والنهاية مثالية من كورنادو ليفتتح القمة المثيرة ويرفع القناص رصيده إلى 5 أهداف في هذا الموسم. بعد التقدم السؤال، كيف سيتعامل الجزيرة مع مجريات المباراة؟ الفريق اعتاد مرتين على التأخر في هذا الموسم، تمريرة طويلة تجد خلفان وتألق من حامي العرين الملكية عادل الحسيني في الدقيقة 39، بعدها بدقيقتين مبخوت يستلم ودوران وتضييع بكل غرابة. الشارقة أعلنها أنه سيدافع، إيغور قالها قبل اللقاء أن الجميع مسؤول عن المناطق الخلفية. الملك تراجع بعد الهدف ونجح بالمحافظة على تقدمه في القسم الأول من القمة، رغم فرصة كايو الخطيرة في الدقيقة 43 والرد الذي جاء بعدها من علي مبخوت، ولكن الأمور جميعها ذهبت لتقدم ملكي بهدف وحيد. الشوط الثاني انطلق سريعا وأخطر الفرص الجزراوية تأتي من مبخوت أيضا. الجزيرة ما زال ممتلك لزمام المباراة، فكيف سيكون الرد الملكي؟ بعد 3 دقائق انطلاقة من صاحب 34 عاما ويلتون سواريز، ولكن دفاعات الجزراوية حاضرة بالموعد والمرصاد، ركنية من المايسترو إيغور ورأسية في القائم. الشارقة واصل الضغط في هذه الدقيقة الملكية وإهدار جديد، خطأ
الدفاعي من الشارقة، ولكن هنالك من يراجع الأخطاء وهو عادل الحسني الذي واصل تألقه وإنقذ مدافعا من تسديدة مبخوت. هدف دورين لم يعد قادرا على التحمل أكثر، يغادر ويلتون والبديل يأتي هو سيف راشد ليعوض مغادرة البرازيلية. ضربة حرة يأتي لها كالعادة المختص ميروس كوزانوفيتش، وتألق جديد من الحوسني. لابد من إيجاد حل سريع. هكذا كان لسان حال مارسيل كايزر، مناعة دفاعية قوية من الشارقة. الدقيقة 74 فيها المدربين قام بإجراء عدة تبديلات، العنبري للمحافظة وكايزر لإيجاد ثغرة في دفاعات الضيوف. مستحيل ما يفعله عادل الحسني في هذه المواجهة، مبخوت بات اليأس يدخل له بعد التألق الكبير لعادل في إبعاد فرصه الواحدة تلو الأخرى، وهذه المرة قبل نهاية المواجهة بعشرة دقائق. العارضة حان دورها لتبقي الأمور في الملعب وتزيد الإثارة والمتعة على عشاق الدور قبل الفريقين. فرصة مهدرة من كايو بقمة الغرابة والتعجب في الوقت المحتسب بدل الضائع. خصيف يتألق وكايو يواصل إهدار هدايا إيغور كورنادو. هذه المرة إيغور يقول أنه من سيسدد، وخصيف من جديد يبعدها. صافرة محمد عبد الله تأتي والفرحة عارمة لدى كتيبة الأفضل في هذا الشهر. الكثير من الأرقام حطمها الملك في فوزه هذا، أولها نجاحه للمرة الأولى بالاحتراف في المحافظة على شباكه نظيفة أمام الجزيرة، وليعتبر فوز الليلة هو الثاني للشارقة على أبناء العاصمة منذ بداية عصر الاحتراف. ومبخوت يواصل الغياب عن التسجيل أمام الشارقة في المباراة الرابعة على توالي. إذن الأبيض ترك للجزيرة كل شيء في هذه المباراة إلا النقاط الثلاث، خرج بها ملوك الابتسامة من ملعب الانتصارات وخمسة عشر نقطة من 15، وعلامة الامتياز يحصل عليها الشارقة في بداية مثالية في هذا الموسم. بفضل الله سبحانه وتعالى دائما وابدا على النتيجه وعلى الفوز. ثم نبارك لاخواني اللعيبه وهردلك لفريق الجزيره، نتمنى باذن الله تعالى المرحله القادمه افضل ان شاء الله. مسعود، التوقف هل سيؤثر على فريق الشارقه على هبوط الرتم شوي، خاصه ان المباراه بعد التوقف راح تكون مع النصر من الفرق اللي قدمت مستوى طيب، كيف ممكن الكابتن عبد العزيز العنبري يعالج هذا الامر خلال فتره التوقف؟ إن شاء الله دائما الإنسان يتأمل الخير في كل الحالات، سواء استمرار الدور أو توقف، أكيد بيكون خير لنا بإذن الله تعالى. وأكيد نحن كجهاز فني أكيد بنستفيد من هذا التوقف وأيضا اللعيبة، ونتمنى إن شاء الله الفائدة تكون على الجميع بإذن الله تعالى. ثلاث نقاط مهمة. المباراة كانت صعبة أكيد، الحمد لله أن طلعنا بنتيجة إيجابية 1-0. المباراة كانت صعبة، بس تألق عدول الحسني بعد فادنا وايد الحمد لله. عندنا بعد مباريات جاية صعبة، نتمنى الاستمرار ونتمنى الاستمرار بهالنتائج الإيجابية إن شاء الله. سالم، افتقدتوا الشق الهجومي ويلتون سواريز، خاصة أنه استبدل في الدقيقة 60. يعني شفنا فريق الشارجة تراجع بشكل كبير في بعد استبدال ويلتون سواريز. أكيد ويلتون بالنسبة لنا مهاجم مهم، مهاجم مميز، بس نفس الوقت بعد كايا ويغور ما قصروا. كايا تكمل فرصة لعبها صح بس ما توفق فيهم. نفس ما قلت لك بعد هذه عندنا المباريات المهمة، وإن شاء الله متوالين خير إن شاء الله. مباراة النصر القادمة بعد أسبوعين بعد توقف، خاصة أن في هذا التوقف ممكن ينزل رتم الفريق، خاصة في المباريات اللي رتمها عالي، كيف راح تتعاملوا أنتم مع هذا التوقف أيضا المباراة الجاية؟ مباراة مهمة صح كلامك، بس بعد أسبوعين لا إن شاء الله رتم ما بينزل، عندنا جهاز فني على أعلى مستوى إن شاء الله بنشتغل عليها، وعندنا أسبوعين لنشوف أخطائنا ونصححها.
إذن مشاهدينا الكرام نعود إليكم من جديد. بثاني مباراة الجزيرة والشارقة من المباريات اللي شفنا فيها رضا من قبل الجمهور والنقاد، وحتى أتوقع فريق الشارقة رغم فوزه في هذه المباراة لأنه قدر يأخذ اليوم أهم النقاط من المنافسين له كذلك والمنافسين على لقب الدوري. بالفعل طبعا المباراة كانت قوية جدا، رتمها عالي، استحوذ فريق الجزيرة على معظم مجريات الشوط الأول والثاني. ممكن نقول احنا فريق الشارقة البطل عرف شو يبغي من هذه المباراة، لعب اسلوب الملاكم، يعني اسلوب محمد علي كلاي ويتلقى الصدمات ويتريى الفرصة انه مثلا ينقض على المنافس ويخلص المباراة. بالنسبة طبعا ضربة الجزاء المحتسبة والصحيحة طبعا هي اللي طبعا نفعت فريق الشارقة في هالمباراة. بشكل عام تكتيك الكابتن عبد العزيز العنبري واضح، يمكن اذا ما لاحظنا يمكن من الموسم الماضي واللي قبله تقريبا الفرق القويه او الفرق المنافسه دائما ما تكون اليد الطوله عليهم يفوز وياخذ ثلاث نقاط في المباريات ويكون طبعا تكتيكه واضح. يعني اعتقد مباريات الفرق المنافسه بالنسبه للكابتن عبد العزيز العنبري فريق الشارقه اسهل من الفرق طبعا اللي هي طبعا في ذيل الترتيب او حتى في الوسط الترتيب. فيعتقد هو كيف يعرف كيف يتعامل مع الفرق القويه المنافسه، وهذا طبعا اللي هو المطلوب من الفريق البطل. دائما الفريق المنافس، انا اذا فزت على فريق منافس يعتبر خذيت عنه ست نقاط. يعني حين فوز اليوم على فريق الجزيره، وفريق الجزيره كان اعتقد كل الفرق او كل المراقبين يتريون فريق الجزيره يعمل نتيجه ايجابيه مع فريق الشارقه، فلكن اللي حدث ان فريق الشارقه حصل على ثلاث نقاط وفريق الجزيره اعتقد لعبوا بطريقه ويمكن سوء الطالع اليوم كان ملازم الكابتن علي مبخوت، يعني في كور كثيره وما طبعا ما نهى وتالق عادل الحسني. اكيد عادل الحسني كان صراحه، يعني عادل الحسني يمكن في نقطه حصول فريق الشارقه على الدوري السنه اللي قبل اللي مضت طبعا كان السبب يمكن من الاسباب الرئيسيه عادل الحسني وتالقه في معظم المباريات عادل الحسني. يعني يمكن هو كلمه السر ايغور وجود عادل الحسني حراسه المرمى. اي نعم، والمنظومه الدفاعيه طبعا المنظومه بشكل عام والتكتيك اللي طبعا دائما ما يلعب الكابتن عبد العزيز العنبري، وطبعا مبارك لما احنا الفوز اليوم وان شاء الله المزيد من التالق بالنسبه للفريق الشارقه. الله يوفق الجميع. ابو خالد، الشارقه والجزيره يعني من المباريات الجميله القويه اللي فيها نديه اللي فعلا استمتعنا بمشاهدتها رغم خساره الجزيره، ان لكن الجزيره يقدم اداء كبير والشارقه مستمر كذلك في ادائه. مباراه لما تنظر للارقام والتحليلات قبل المباراه هي مو مباراه، هي معادله صعبه بين اقوى هجوم في الدوري وبين افضل فريق او اقوى فريق يستحوذ على الكره. نعم. اليوم انت اقوى هجوم عندك وفريق يستحوذ على الكره، بخيتي عارف ان طالما الفريق يستحوذ على الكره ويمتلك الكره اذا صعب تسجل عليه، والدليل ان النتيجه كانت 1-0 ومن ضربه جزاء. هذا واحد. الشارقه والجزيره ما بنتكلم فني، لكن لعبوا بطريقه اللي هي عكس خط الوسط 4-2-3-1 للشارقه 4-3-2-1 للجزيره. اذا الشارقه اعتمد على الاطراف والجزيره اعتمد على العمق، وهذه منهجيه نادي الجزيره اعتمد على علي مبخوت، وهذه احدى السلبيات ان كل التركيز على علي مبخوت، ان وين علي مبخوت اي لاعب عند الكره يدور على علي مبخوت. ما كانت في اطراف موجوده الشارقه، صحيح ان كانت في نظام ومنظومه دفاعيه تكتيكيه، ويمكن البعض ياخذها على العنبري، انا اشوفها ايجابيه بالنسبه لك انك تواجه فريق في ملعبه في ملعب الجزيره، انك تلعب بهذا الاسلوب، انك ما تسمح للخصم انه يخلق فرص، انه يخلق لعب، انه تعطيه مساحات، ان فريق الجزيره اعطيته مساحات، فريق كله نجوم، فريق صعب من ناحيه دفاعيه ومن ناحيه هجوميه، حتى انت ما استطعت انك تسجل عليه الا من ضربه جزاء، واكيد كانت هناك فرص ضائعه. ما في مباراه في كره القدم بين فريقين يحملون الاسماء هذه ما تحصل فيها فرص. صحيح. لذلك انا اشوف ان مباراه كانت تكتيكيه كبيره جدا من المدربين الاثنين. لكن لو تكلمنا عن العنبري واسلوب العنبري
والنضج التدريبي اللي وصل العنبري في إدارة الفريق، سواء من خلال التشكيلة أو من خلال التبديلات أو من توقيت التغييرات هذه. اليوم هذا الرجل ذهب للعين وأخذ 3 نقاط، وذهب للجزيرة وأخذ 3 نقاط، وذهب للفجيرة وأخذ 3 نقاط، وفي ملعبه مع خصمين صعبين اللي هو الوحدة، فاز على الوحدة في الشارجة، وأيضا فاز على الظفرة. يتصدر الدوري بكل الأرقام ب15 نقطة، وأيضا بأفضل خط هجوم على ما أعتقد. نعم. أو صحيح 10 أهداف. 14 هدف للشارجة. كل الأرقام تصب. اليوم لما نعطي الناس حقوقها يا جماعة الخير، دائما ما سمعنا أن فريق الشارجة فريق ينتهج الناحية الدفاع. اليوم أنت قاعد تحقق 15 نقطة في ظل وجود عمالقة من المدربين الصرب والهولنديين والسلوفاك. اليوم مدرب مواطن يجب أن ندعمه، والله ليس مجامل للعنبري، الأرقام تقول، الإحصائيات تقول. اليوم كل اللي لما يقولون ان فريق نادي الشارجه عنده اجانب سوبر، يا جماعه الخير خلينا نرجع بواقعيه، لا نقلل من امكانيات اي لاعب، لكن كورنادو حاله خاصه، نجم اللعيبه الاجانب في دورينا، لكن لما نرجع لشكروف والكايو ولتون سواريز، وخلنا ناخذ المقيمين، هل هم الافضل في دورينا من ناحيه الاجانب حقيقه؟ يعني فرديا هل هم الافضل؟ لا، مو بالافضل. لما تاخذ ليما ولما تاخذ لابا ولما تاخذ ملابا يمكن ينافسون ويلتون وشكروف وغيره، لكن هناك منظومه عمل، هناك نضج تدريبي وصل له هذا المدرب في السيطره، خلق من الفريق او من المجموعه اللي عنده فريق قوي، حتى دكه بدلاء يعرفون وين يختارون. انا تكلمت قبل سابقا عن، انا ما ابغي اني اتكلم بس عن فريق الشارجه، ولكن الارقام تقول لك تكلم. اليوم خلق فريق قوي جدا. انا في الموسم الماضي تكلمت في مباراه، اتذكر لليوم هنا عندك بسلطان، تكلمنا عن دكه بدلاء العين في مباراه من المباريات، ودكه بدلاء الشارجه كان في فرق كبير. اليوم شوف دكه بدلاء الشارجه منو قاعد فيها، عبد الباسط موجود، باوزير موجود، لاعب مقيمين موجودين، سيف راشد موجود، واسماء انا ما ابغى انساها. لكن اذا كان هناك مفترق طرق او مفترق طريق في هذه المباراه، فكلمه السر كانت تكمل في عادل الحسني حقيقه، يعني في اكثر من كره، خاصة في بداية الشوط الثاني علي مبخوت، وردة الفعل الكبيرة، وتسديدة أيضا الفاول من اللاعب الأجنبي المدافع الجزيرة أيضا اللي استطاع أن تصدى لها عادل حسني. عادل حسني وفريق وفريق الشارجة، خطوط الشارجة من بداية من حارس المرمى إلى ويلتون سواريز، أعتقد أصبح فريق ناضج ومكتمل. وأي فريق يبحث عن البطولة عليه أن يوقف الشارجة في الأساس، لأنه تخلص اليوم من 3 منافسين مباشرين، العين، الجزيرة، الوحدة. لما تذهب لملعب الخصم معظم المدربين يفكر في نقطة، هو يروح هناك ويجيب لك 3 نقاط من هناك. فأنا أعتقد أن فريق الجزيرة، ولا نقلل من فريق الجزيرة، الشارقة قدم مباراة تكتيكيا أفضل، استحواذ وفرص الجزيرة أفضل، ورغم الخسارة لكن قدم مباراة الجزيرة مميزة وجميلة. الجزيرة لا ألف، إذا قلنا مبروك للشارجة أيضا نقول مبروك للجزيرة على الأداء الجميل اللي قدمه مباراة اليوم. الأسماء الموجودة في فريق نادي الجزيرة، اللي افتقد الجزيرة اليوم ما افتقد لعيبة، اليوم افتقد اللمسة الأخيرة. اليوم أكثر من فرصة كانت موجودة، واحدة منهم كانت كفيلة أن تغير نتيجة المباراة، وأنك على الأقل تأخذ نقطة إذا ما طلعت بال3 نقاط. وتعليق المدرب الجزيرة، أن احنا عالجنا موضوع اللمسة الأخيرة في الهدف، هذا اللي يحلم الوبال. الحين أنت تتكلم عن مدرب الجزيرة. نعم. أنا استأذنكم نشوف المؤتمر الصحفي كذلك لمدرب فريق الجزيرة، ونرجع للاستديو. كنا الأفضل في كل شيء وتحكمنا في المباراة، لكن كان هناك عنصر واحد لا يمكن أن نتحكم فيه، وهو حكم المباراة. لا أريد أن نناقش أداء الحكم ولا أتحدث عنه، لأنني محبط وغاضب جدا من بسبب الحكم، وأفضل أن لا أتحدث حتى لأنني لا أستطيع السيطرة على مشاعري في هذه اللحظة. أنا بترك التعليق على حديث مدرب الجزيرة للكابتن بخيت سعد والكابتن جمال بوهندي. بوثاني التحكيم قال مدرب الجزيرة وما يبغي يعلق على التحكيم، ما أعرف هل أنتم شفتوا شيء قد تكون أدرى وأفضل منه كذلك في هذه المباراة؟ الصراحة أنا مستغرب من تصريح المدرب، يعني بالنسبة للتحكيم ما في أي شيء. بالنسبة للتحكيم الحكم كان على مستوى عالي، يمكن أنا مو بحكم عشان أني مثلا أقيمه، ولكن المباراة ما فيها شيء فيها جدل مثلا تحكيمي، أو مثلا في ظلم معين وقع على فريق نادي الجزيرة أو حتى على فريق الشارجة. يمكن بالعكس، يمكن في أول تدخل على ويلتون، في كان واضح في تدخل على لنكن وما حسب الحكم، لأن الحكم كان وايد
متهج نهج اللعب الافريقي الصراحه، كان يعني دائما ما يعني قليل من مثلا يوقف اللعب، واللعب كان مسترسل واللعب كان سريع اصلا. واذا ما كان في ضرر على الفريقين فما يمنع انك انت ما توقف اصلا يعني اللعب، ما يمنع انك توقفهم، ليش توقفهم بالفعل؟ بالفعل هذا هو يعني انا مستغرب من التصريح المدرب، يعني يا ريت يعني لو حط مثلا لو تكلم عن مثلا لقطات معينه على اساس نعرف احنا في ظلم على فريق الجزيره ولا بالنسبه للتحكيم ما في اي شيء. جميل ابو خالد، بشكل سريع حقيقه يعني تصريح غير متوقع. لا ما توقع التصريح. انا لما بدا المدرب قال انا قد يكون المدرب شاف شيء ما شفناه في المباراه، هو غرد خارج السرب صراحه. اللي يتكلم فيه المدرب نحن ما شفناه في المباراه حقيقه بكل حياديه. يعني انا توقعت لما قال الوم على طول بكمل وياه اني الوم الحظ مثلا، او الوم مهاجمي فريق اللي لم يستغل الفرص في هذه المباراه. توقعت انه يقول اني انا الوم الحظ. نحن وصلنا، انا كمدرب علي اني اعمل التكتيك اللي يوصل فريقي لمنطقه الفريق المنافس. اليوم الفريق الجزيره وصل في اكثر من مناسبه، فريق مميز ولعب مباراه جميله اكيد باكثر من مناسبه وقدموا لعيبته مباراه متميزه. توقعت انه يلوم الحظ او ما توقعت انه يلوم الحكم. يلوم اللمسه الاخيره، ولا يتكلم عن اللمسه الاخيره. انت تكلمت عن اللمسه الاخيره بخيت يمكن تحت الهواء، يقول هو تكلم عن اللمسه الاخيره واني انا عالجتها. ما شفنا العلاج موجود في مباراة هذا اليوم. جميل. زين. طبعا نتكلم عن نتائج مباريات اليوم للجولة الخامسة وباقي مواجهاتها الأربع اللي طبعا نستكملها بإذن الله غدا. اليوم العين والظفرة كما شاهدنا 4-1، عجمان وبنياس تعادل، الجزيرة والشارقة لصالح الشارقة 1-0. مباريات كذلك المهمة غدا كذلك تستكمل مباريات اليوم، خرفكان وشباب الأهلي، حتى النصر، اتحاد كلبا والفجيرة والوحدة والوصل، كذلك من المباريات المهمة بإذن الله نتابعها في اليوم الثاني من الجولة الخامسة. أبو خالد بشكل سريع أتكلم عن مباريات الغد، ما تقل أهمية عن مباريات اليوم كذلك. كل الفرق اللي موجودة لها طموح، لها منافسة، في مباريات صعبة بتكون على فرق أكثر عن الفرق الأخرى. أكيد طبعا مباريات الأربعة الموجودة اللي بتكون باكر، أنا بالنسبة لي قمة مباريات الغد اتحاد شلبة والفجيرة. بالنسبة لمباريات الغد الاتحاد شلبة وفجيرة فيها تنافس كبير، يعني الفوز مثلا لو فاز شلبة باكر راح ياخذ 6 نقاط ويبتعد بشكل والوحدة بشكل والوصل جيد. لا كأهمية تيك الوحدة والوصل، الفريقين منتشين، الوحدة فايز في خرفكان وأيضا الوصل فايز على فريق الوصل على حتى على حتى فاز مباراة حتى فاز حتى وفاز المباراة السابقة على الظفرة. لا مش على الظفرة، الظفرة الشارقة فاز عليه في الجولة السابقة على تشلبة، على اتحاد كلبة، فاز على اتحاد كلبة 3، فاز على اتحاد كلبة وفاز على حتى. الوصل يعرف يتعامل مع الفرق هذه اللي تحته ويعرف شو يبغي من المباريات، لكن مباراة صعبة ومواجهة صعبة بالنسبة لفريق حتى فريق الوحدة مع الوصل. الكابتن سالم ربيع في اختبار ايضا جديد، لان الاختبار الحقيقي كان في مباراة النصر واعتقد ان الفريق خسر بنتيجة 3، وشفنا الكلام واللغط. نحن نتمنى ان شاء الله للفريقين التوفيق من خلال هالمباراة، حتى والنصر حتى بصفر او بنقطة والنصر ب10 نقاط، ويطمح للحاق بالصدارة وعدم اتساع الفارق بينه وبين الشارجة. اليوم الشارجة بزيادة مباراة ولكن الفرق 5 نقاط. ايضا خرفكان شباب الاهلي، فريق خرفكان يستضيف شباب الاهلي في ملعبه هناك في خرفكان، 8 نقاط للاهلي، وايضا معروف الدوافع موجوده خرفكان للهروب من القاع واحراز اول نتيجه ايجابيه. بالنسبه لفريق شباب النادي الاهلي ايضا لن يسمح لفريق الشارجه ان يبتعد عنه بشكل كبير، فاعتقد مباريات راح نواجه معيار ثقيل بالنسبه لمباراه كل الغد. كل التوفيق للفرق. كابتن بخيت سعد شكرا لك على تواجدك. كابتن جمال بوهندي شكرا لك. ابو خالد اذا شكر موصول كذلك لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه. نلتقي باذن الله في حلقه جديده قادمه من برنامج ملاعبنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.